منذ تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته المثيرة للجدل، يسعى الائتلاف الحكومي لإصلاح النظام القضائي كما يقول، وإعطاء صلاحيات أكبر للبرلمان والحكومة، ومنع القضاء من التدخل بقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تقول المعارضة إن ذلك بمثابة انقلاب سيضعف الجهاز القضائي وسيضر بإسرائيل ومواطنيها واقتصادها وديمقراطيتها. وصفان يتكرران على مسامع الإسرائيليين مؤخراً، وكلاهما متصل بسلسلة التعديلات القضائية. مشروع قانون تعديل حجة المعقولية والمتعلق بهذا المبنى من خلف المحكمة العليا الإسرائيلية، يهدف المشروع إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا ومنعها من مراجعة أو إلغاء قرارات حكومية أو برلمانية بذريعة عدم معقوليتها دستورياً، والذي يتعلق أيضاً بالتعيينات الوزارية والمناصب العليا في الدولة، تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاء. التغييرات القضائية تسببت باحتجاجات عارمة في أرجاء البلاد من معارضي التعديلات القضائية، مع مشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين في تظاهرات شبه يومية ضد الحكومة الإسرائيلية، وذلك تحت شعارات مختلفة منها ما سمي بيوم التشويش الوطني، والتي باتت تتكثف منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من 28 أسبوعاً.